ايه ده؟ دول ايراد النهارده دول؟ والله يا حبيبتي ما خنصرت مليم، المحل بقاله فترة ما بيشتغلش. والله وانا بقى الكام ملطوش اللي انت جايبهم لي دول افتح بيهم البيت ازاي؟ طيب يا حبيبتي يعني ما تفك الكيس شوية وتطلع من الفلوس اللي في البنك. الكلام ايه؟ ما تيجي تمسح الريال اللي على بقي، تكونش بتقول لي الكلمتين دول علشان تطلع مني اي مصلحه. اسمع حبيبي، الفلوس دي اسمها فلوسي فلوسي، وبعدين لا مؤاخذه يعني انت راجل البيت، يعني ملزم تصرف عليا، مش انا اللي اصرف عليك وعلى امك. طيب اعمل ايه بس يا حبيبتي، السوق نايم بقاله فتره. خلاص ليها صرف، شوف شغل تاني. يعني انزل ادور على شغل؟ لا ارتاح انت يا بطه، هرجع شغل تاني. وانت كنت بتشتغلي ايه يعني؟ دكتورة أشعة. يعني كنت بشتغل ايه؟ كنت بوزع حشيش، وانت كمان هتنزل توزع معايا. ايه ده؟ انت عايزاني اوزع حشيش؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ وانا قلت لك تعالى اقتل معايا قتيل؟ بدل ما انت بتشربه هنزود شوية وتوزع وتشرب. فلوسها سهلة وحلوة ودماغها أحلى. على فكرة أنا شعري ما كانش كده خالص، أنا شعري كان مجعب. ويا ما ناس وصفت لي وصفات كتير، احط زيت زيتون ولا احط صبار، لكن مفيش حاجه جابت معايا نتيجه. يخرب بيت امك، بس من يوم استخدمت نعمه وانا شعري بقى احلى بكتير. دي وزه. وزه مين؟ شامبو نعمه هيخلي شعرك زي الحرير. يا بنت الكلب، يا بنت دي بقت نجمه. انت تعرفيها؟ انت تعرفها؟ دي زوزو نجمة الإعلانات. يا نهار اسود، بقول لك ايه؟ أنا هرجع شغلي، يعني هرجع شغلي، أنا شوية الحريح اللي أنت بتجوههم لي دول مش عارفة أعيش بيهم، ما بقاش عايشة في المهندسين وأنام وبلبس وبتنيل وعايش عيشة الفقر دي. أيوة حبيبتي، بس توزيع الحشيش ده موضوع خطر قوي. فرقت إيه؟ فرقت إيه يعني؟ أنت طول النهار والليل قاعد في المحل عمال تشرب، بدل ما هنجيب شوية صغيرين هنجيب شوية أكتر، منها تشرب ومنها نوزع. احنا كل اللي هنحتاجه بس ان احنا نعمل كده حمام صغير جوه المحل، ليه بلاعه كبيره علشان وقت ما يحصل اي حاجه، كبسه، اي حد يعمل اي حاجه نعرف نصرف البضاعه. فهمت؟ ماشي هفكر. أيمن. إيه يا حبيبتي؟ أنت ليه ما سميتش الماركة دي باسمي؟ المرة الجاية إن شاء الله يا حبيبتي. لا أنا عايزة ماركة أبو الشوشو، عارف لو نزلت السوق هتعمل مبيعات كده هكتسح. طيب يا حبيبتي حاضر، عينيا المرة الجاية إن شاء الله. المرة الجاية كل مرة، المرة الجاية. أنا داخلة الحمام. ما تكمرش حاجة يا روحي. حاضر يا حبيبتي. وأنا ليه حاسس إن المرة دي إن الراجل استكردك في الوزن؟ التراب مش هي هي زي كل مرة. أيمن. إيه يا ماما اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ خبر أسود ومنيل؟ إيه ده يا أيمن؟ أنت بتتاجر في الحشيش؟ لا يا ماما أنت فاهمة غلط، ده إيه؟ هتناقشني في إيه؟ ما كل شيء واضح أهو. هي هي الكلبة دي، هي الكلبة دي السبب في كل البلاوي والمصايب، من يوم ما لميتها من الشارع ودخلتها عندنا البيت وهي سبب كل البلاوي. طلقها طلقها يا أيمن، طلعها يا حبيبي وارميها في الشارع اللي انت جبتها منه، طلعها يا ايمن. ماما اهدي شويه، وكل اللي انت عايزاه هيتعمل، بس اهدي شويه. قسما بالله العظيم ثلاثه، لو ما طلعت الكلبه دي ورميتها في الشارع لكم مبلغه عنها وخلاهم يحبسوها. هحبسها لك يا ايمن، هحبسها. بس بس يا اختي، صوتك عالي، وجعتي وداني. ايه دو 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 دو. بعدين تعالي لي هنا. تحبسي مين يا روحي؟ اسمها تحبسي ابنك. ابنك هو اللي بيتاجر في الحشيش قدام الناس، هو اللي بيبيع الحشيش عنده في المحل. اسمعي، مش اشجان اللي يتلوي دراعها يا رحطان.
يا اخي قطعي دراعك يمين بالله العظيم تلاتة يا ايمن، يمين بالله، يمين بالله كمان مره، لو ما رميت عليها اليمين دلوقتي حالا لا انت ابني ولا اعرفك، وتاخدها وتطلع بره بيتي. انت فاهم ولا لا؟ ماما اتفضلي استريحي في اوضتك وبكره نتفاهم ان شاء الله. نتفاهم على ايه ايمن؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا ضنايا؟ قولي يا حبيبي على امك. هي مالك صاحبك كده ليه يا حبيبي؟ عامله لك ايه؟ كلمني يا حبيبي كلمني. مالك يا ولادي مالك؟ مش ابنك قالك يا ماما ادخلي الاوضه يا ماما وانا جاي وراكي يا ماما؟ ما تدخلي يا ماما. اشجان لو سمحتي اسكتي انت دلوقتي وانا هتصرف. اتصرف يا حيلتها، بس يا اخويا وانت بتتصرف ما تنساش تفهم امك مين اللي بيصرف على البيت ده، وتحمد ربنا وتبوس ايديها وش وظهر ان هي لاقيه الفلوس تتصرف عليها علشان تاكلها لماما. يلا ماما، يلا ماما على اوضتك وبكره نتفاهم. يلا اتفضلي يا حبيبتي. شيش سلامة يا ماما. حشيش يا ايمن، حشيش يا بيبي. راجع حالا يا حبيبتي مش هتاخر. النبي عسل. نفسي بقى اغير المركب، انا نفسي اعمل مركب اسمي كده واكبر في السوق، ماركه ابو الشوشو ولا النونو، لا فوفو، عايزاها ماركه دلع كده دلع. طموح. ايوه باشا عيني. لا عيني لسعادتك، ابعت لك حد يفرجها لك يا باشا. لا ده انت تأمرني. الله يكرمك الله يكرمك. ماشي يا باشا، الف سلام. ولا سمكه؟ في حد عايز يشوف شقه شارع شهاب ال 120 متر؟ ماشي نفرجها له يا معلم. قول لي بقى عملت ايه؟ تحس ولا خبر؟ سالت الجيران قالوا لي ما حدش بيدخلها خالص. غريب قوي، بنت دوحه من كام يوم كانت عايزه شقه تمليك تختفي كده. انا ما سكتش، فتحت الشقه بالمفتاح القديم بتاعنا. الله ينور عليك. يا ولقيت ايه؟ ولا اي حاجه يا معلم، الشقه زي ما هي وما فيهاش بني ادمين، كانهم هجوا منها. ولقيت اطباق متساب فيها اكل لحد ما عفل. غريبه، يكون بوليس الاداب لمهم. هدي تفوتني برضه يا معلم، انا سالت واحد حبيبي وعرفت ان بوليس الاداب ما عملش كبسه في المهندسين يجي من شهر. احنا كده عدينا العيب، عملنا اللي علينا. احنا نستنى لغايه الشهر ده ما يكمل، ما حدش جه دفع الايجار ناخد الشقه دي. عداك العيب يا معلمي. شوف محسسني ده قهوه جالة. ها عامله ايه؟ عامله ايه؟ ده لو خلفت 9 عيال توأم وخلفتهم طبيعي مش هتعب كده. بتهيألك. المهم سيبك بقى من البضاعه وبطنك والوجع وخلينا في الراجل اللي بيجيب العيال. مش فاهم يعني. المره دي جايبه لك جوازه سقع هتبوسيني عليها. عشان يضربني ويمشيني من غير فلوس زي المره اللي فاتت. جرايه يا بت، انا مش مديالك قزمتين فوق حقك. جرايه انت زي القطط هتاكلي وتنكري ولا ايه؟ مش حكايه فلوس يا حاج، بس انا بجد اتبهدلت المره اللي فاتت. جرايه يا خوخه، مش مستريحه انا يا اختي للنغمه دي؟ انت بتتنططي عليا يا بت ولا ايه؟ لا يا روحي، ده انا توقه. انت عارفه يعني ايه توقه؟ انا كلمتي ما تتكسرش، فاهمه ولا ايه؟ مش كده يا خالتي، بس انا باخد كام يوم معانا مرتاح من تخزين البضاعه في بطني. خلاص يا روح خالتك، انا جايبه لك علاج يا حبيبتي، اول ما تاخديها هتبقي زي الفل، يومين ثلاثه مش هتحسي بحاجه. ها قلتي ايه؟ تحت امرك، من ايدك دي لايدك دي. ايوه كده، بنات ما تجيش الا بالسهل.